السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير، مساكم الله بالخير والنور والسرور، مساكم الله بكل ما يسركم ويفرح خطركم. إلى الله يحفظكم من كل شر وضر يا رب العالمين. أموري طيبة وحالي الحمد لله من حسن إلى أحسن، ولا أشكو من بأس ولله الحمد. سالفة اليوم الله يحفظكم ونعد عليكم سالفة عن طبايع النساء، عن خصال النساء. حد من النساء شيء من الحريم فيهن خصال حميدة ما توجد عند حد. شيء من الحريم تحط حرمة عن ألف، شيء من الحريم رمسته تفتش المحابيس، وشيء من الحريم العشر ما يمزر المحارة. ونحن بنرمسكم اليوم عن الحرمة اللي رمسته تفتش المحابيس وتظهر المساجين وتشق وترقع وتامر وتنهي، وفيها من الخصال الحميدة اللي ما يحصل عند الكثير من النساء. الحمد لله الدنيا فيها خير وبركة بعدها، يا غير نوع الخصال الحميدة جليل تلقط حد زمان. فشيء بالحريم الله يحفظكم تمتلك من الخصال أو من مقومات الامرأة العربية اللي تخلي ذكرها خالد دبة الحياة. خالد دب الحياة من زين سجاياها وزين خصالها وكثر عرفها وزين تربيتها وصلاحها ونشأتها النشأ الصالح. فلذلك تلقط حد من الحريم عن ألف. أولا سامحوني على التأخير، تأخرت استوالي شوية شغيل وأذن العصر، ولين صليت وعينت من الله خير، وقلت الحين برد أعد لكم السالفة. في السنين اللي اختفت واحد من شيوخ القبائل، بالشيوخ الأوليين، هذه السالفة من مئات السنين، ظاهر هو يا ربعة في قضيان لازم يسرون في مكان يعني، وهم خاطفين يبقى وقت الغداء وهلاكة يبون الغداء، فطلعوا لهم مكان في ظلة وقالوا بأن نحط غدانا. وغداهم يعني الله يحفظكم كان هاك الوقت قرص مفروك، قرص مفروك يعني قرص، وحد يسميه قرص مفروك، حد يسميه قرص بسمن اللي هو، لكن نحن المتعارف عليه في دولة الإمارات اللي هو قرص المفروك أو قرص شنيا، كل عادة له مسمى يختلف من قبيلة إلى أخرى، من منطقة إلى ثانية، وحد يسميه قرص بدو، يعني له عدة مسميات. المهم أما الشيخ بحط الغداء، وكان المتيسر من الغداء هاك الوقت اللي هو قرص المفروك، ومخدوه بسمن وريحته تظهر في خمرة الرأس يعني يروح أحيانا. عقب ما تغدوا هم يتغدون شافوا بنية هناك ترعى غنم لها، وحطوا لها في كاب ولا في طويس ولا في ما ادري اللي هو، ودوا جداها ما طاعت ترد عليهم لا بالعدل ولا من المايل، لكن هم قالوا مدام هالبنية تستحي نحن ابوي بنحطه قرب السمره اللي هي ترعى دبشه عدالها، وبنسير عنها وقت ما سرنا بسير روحها بتاكل من القرص هذا اللي نحن رافعينه جداها. أكيد أنها نفس عزيز ولا تستحي ولا تخيل، وما طاعت نفسها، ما هزت نفسها تاكل قدام الريايل. هبل حينة يتمطمطن يأكل قدام الريايل، يأكلن في المطاعم، يأكلن قدام الأول منقود، عيب الحرمة تاكل قدام الريايل. والله أني لحقت على هاك الوقت إنه يعني خطف وقت، عيب الحريم يأكل قدام الريايل. الحريم روحن أكلهن والريايل روحهم، حتى لو يكونون أخوان، حتى لو يكونون عيال عم، حتى لو يكونون من نفس الأسرة، الحريم ما يأكلن ويا الريايل في الوقت اللي خطف. أكيد أنها عادة، العلم عند الله، يعني أنا أشوفها العادة هاي مش زين، يعني تقطع شوية يعني شوية ثجيلة، لكن نحن عشناها وشفناها. أهم العادات اللي أنا ما أشجع أنها تعود، يعني الريل واللبو وعيال يأكلون روحهم واللم ويا بناته يأكلون روحهم ما يستوي. أنا في خاطري أقول يعني الأسرة يتجمعون على الزاد في صحن واحد مكان واحد هذا أخير. نرد على سالفتنا بارك الله فيكم. ودروا القرص المفروك مكان على تاتي شيرة هناك عند السمرة على أساس أنها بتي البنية هذه بتاكل من الخلافة. خطفوا ويكملوا سيرهم وين يبون يسيرون. يوم خطف أبوي الشهر الثاني والثالث الرابع ردوا على مثل أثرهم، رد الشيخ ويا ربعة. يوم رد الشيخ ويا ربعة ولأنه ذكر القرص
قال بخطفه طالع القرص اللي حاطين حق البنية. يوم خطفه لأن القرص مكانه ما سكته ولا تغير من مكانه ولا حتى تلحلح مكانه القرص. تهول الشيخ من زين أخلاق هالبنية وعفة نفسها وشرفها وكيف إنها ما طاعت تأخذ شيء من عند حد غريب. سأل عنها الشيخ، قال هذه منو؟ سأل شرق وغرب شرق وغرب شرق وغرب، عرفها بأنه البنية بنته. سأل عنها الشيخ ويوم عرف مذهبها وعلمها وخبرها قال باخذها أباها حرمت لي. نشبوا ساروا خطب وقربوا الجماعة، قربوا هالجماعة ويوم عرف كل ما هو جيد عن عقلها وثقلها. تولع فيها الشيخ، تولع فيها مب من زود زينها، تولع فيها الشيخ من زين تدبيرها، تولع فيها الشيخ من تربيتها الصالحة، من سنعها ولاها على مزارعه، ولاها على بيوته، ولاها على ميالزه، تامر وتنهي، تصدر، تورد، تشق وترقع، تامر كل كبيرة وصغيرة في قصرك انت يا الشيخ وميالسك تحت تدبيرها هي. آزمت هي المامر الناهي، عادة الشيخ من يمر يتلي أمره، الحين من خذ الحرمة هذه ما يحتاج يتلي. ترى الشيخ ما ولاها على مزارعه وأموره كلها على شيء من شيء هين، ولاها من زين تدبيرها، ولاها من رزانتها، ولاها من زين سنعها، تعرف السنع المطابخ والأمور كل أمر في البيت هي تحت أمرها. شو السبب؟ سنعها عدل، الحرمة السنعة دير البيت صح، مش الديرة تتشلب على حد، لا هي لي توقف على كل كبيرة وصغيرة، كل شاردة وواردة. كان اسمها الله يحفظكم مطيرة، ومطيرة هذه الله يحفظكم تشوف من عينها مثل اللي عينه ميزانة، ما بدأ تسمعوني دوما هذه أنا عينه ميزانة عينه ميزانة عينه ميزانة، نفس المقولة يومي قال والله فلان يشوف من عينه، يعني عينه ميزانة، روحه يتصرف ما يحتاج تمر عليه، ما يحتاج تقول أنا محتاج الشيء الفلاني أو أنا أريد الشيء الفلاني، لا عينه ميزانة أو يشوف من عينه. إنسان عنده دراية وعنده حنكة في الشخص المقابل الثاني إن هذا يبي الشيء الفلاني أو محتاج للشيء الفلاني، فأنا بأدي له إياه من قبل ما يطلبه، ما يحتاج يطلب، يعني اللي يعرف المذهب ويعرف الأصول وافي. وكانت الله يغفر لها مضرب مثل لكل نساء العرب هاك الوقت. ليت كن في عقل مطيرة، وليت كن في إدراك مطيرة، وليت كن تشوفن اللي تشوفها مطيرة. وكانت مطرة اللي هي مطيرة، كانت مطرة من يجون ضيفان أو الخطار هي الخاطر عند الشيخ. أول شيء أمرت الخدام والعبيد وكلنا عبيد تحت الله والخدم أنكم سيروا طالعوا كم شيخ وكم عشيري وكم مطارزي وكم آدم اللي جايين مع معية الشيخ روحه الخاطر اللي جاي عند ريلها. تندب خدامها جسسه وطالعوا كم من آدمي وكم من نفر. شو السبب ما تتريأ من ريلها؟ هذه الميزة اللي تمتاز فيها الحرمة العصملية اللي قلت لكم عنها، اللي جليل منها حاضر حاليا في السنين الأولية وايد، لكن الحين موجودات نعم الله يعطيهم طولة العمر، لكن قلال. كانت الله يحفظكم تندب الخدام وتعرف منو اللي جاي حق تعرف شو اللي تذبحه. شو تذبح؟ تذبح خرفان، تعقر حيران، شو اللي تسوي؟ شو تمر؟ لأن مثل ما قلت لكم ما يحتاج رايلها يقول لها سوي الشيء الفلاني، لأنها عينها ميزانها تخدم في من عينها، لها نظرة ثاقبة تعرف من اللي جاي، فلذلك كرامه على حسب قدره، تعرف منو هذا اللي جاي. ترى الذبيحة ما تذبح لكل حد، والحوار ما ينعقر لكل حد، كل إنسان ولقدره، وأنزلوا الناس منازلهم. وكان ريلها الشيخ مرتاح، شيخ قبيلة، وكان ريلها مرتاح من أمورها وتصرفاتها، إنها يعني حرمة عن عشر قاصة الحية، يعني حرمة ما عقبها حرمة إلا ليش شراتها.
انزيري على الله يحفظهن وما اكثرهن الحمد لله في الزمن اللي خطب وحينا البركه ان شاء الله في التلاي اللي باجيات الله يعطيهن طول العمر ويحفظهن. وانا طالبي من الله ومن الامهاتن علما بناتن المذهب العدل. المراد وكان رايلها مرتاح ومعين من الله خير ما بشال همه، لا بشال همه حطب، لا بشال همه شو اللي بينحط في الصياني، شو اللي بين طبخ، شو بين غرف، كم صنيب ما يهشل همه ولا نقل ولا بممتحن من ادنات الدون، كل مقطوط عنه. فاك عمره عنده حرمه عن عشر، ترى اقولكم شيء من الحريم عن عشر. ويوم من ايام الله يوظيفان خطار عند الشيخ، يو خطار عند الشيخ واستقبلهم وحرمة الشيخ اللي هي مطرة عرفت انه جايين خطار الفلانيين سنعت المايو، فابطل ريلها ابطل عند الخطارة سولف ويرمس عندهم ماتم يسير ويدخل ويظهر من البيت يسير المطبخ يبي يعرف هل شو مسوين. لا خلاص متكل مستند عليه بل ما شيء كثرة سيره هو يجي على المطابخ وعلى داخل البيت، فقزر وقته يتحفى الضيفان ويكرمهم ويحشمهم ويطيبهم بالعود ويعني ويمقزر وياهم وقت وياخذ علومهم واخبارهم وين يو وين تنته وشو شافوا ومن ما شافوا ويسيروا عليه في الطريق وعلى هالمنوال لين وقت الويب. وما بمعه رجال ورجالين هالضيف اللي جاي الخاطر 50 رجال ويلس مشاهدنهم الشيخ مشاهد شاب ركبه وسوالف وضحت وعندك ودونك يتعللون لين يا وقت الويبة. وتعشى وعينه من الله خير أو تغدى والعلم عند الله. ويوم قبضوا الطريق وطرقوا. يوم أبوي خطفت السنة الأولية والسنة الثانية يا نفس الخاطر هذا الضيف، ولأني جايب وياه الأول جيت الأولية جايب وياه 50 رجال، الودية هذه جايب 5 ريايل، هذا سلك عند العرب الأول كل هالعرب هالنمونه اللي بي يضاف البيت اللي فيه الميلس ما يضيفون البيت المقفل مثل الحين تشوفون عفان الله الله بالمستعان الاسم شايع والبطن ياعي قصر كم طوله وكم عرضه بيبان كلها مقفله ويميع النواطير لا سكيورتي بعد الحين فوق على الناطور سكيورتي وخنخون من هناك يحوط وحطبه دور ما دار البيت او ان حارس كذب ما يبون حد يجيهم. المراد مثل ما قلنا لكم جيته الأولية جايب ويا 50 رجال وليجيه الحالية جايب 5 ريايل جايب 5 ريايل قرب به الشيخ في الميلس وتحفاو عندك دونك وأمروا بالغداء يغير آزم الشيخ هب على سلك الأولي سلك الأولي يلس طول الوقت عند ضيفان يغير الودي هذه لا دقيقة عند الضيفان و10 دقائق داخل ودقيقة عند الضيفان وعلى هالمنوال ويتأفف ولا إله إلا الله ويتأفف ويتنسخ. قال له الضيف حطوا غداهم ين عشاهم وعيدهم من الله خير كلوا المايوب. قال له عاد الشيخ هذا يقول حق الشيخ الخاطر قال له بس خبر طال عمرك أنا منكر عليك شيء، أنا جيت قبل 2 سنين أبطيت عندنا ولا ظهرت ما دخلت بيتك دقيقة لين حطيت وغدانا وعشانا وتوكلنا على الله، والحين نحن منينا إلا أنت داخل بيتك وظاهر إلا داخل البيت وظاهر داخل وظاهر شو إذا ما بدأ شو مختلف عليك؟ تنسخ عاده الشيخ وقال له أنا بخبرك شو مستوي علي. المرة الأولية يوم أنت ويتو 50 رجال ومطيره اللي هي مطره كانت موجوده وهي ابويا انا متكل عليها في كل كبير وصغيره ما يحتاج هي تشوف من عينها وتشق وترقع ما تشاورني وانا استريح عند ضيفاني وخطاري ما احاتي ولا اشل همه ولا اشل نقله عزت الله اني ما بتلوم في خاطر اني جايني وانا عندي هالحرمه اللي عن 10 حريم حيث انها روحها تشوف من عينها وتامر وتنهي وميملتني وخلتني اتنومس بين في ميلسي عند الريايل. لكن الحين قال في هذاك الان كانت مطر حيه كانت مطره اللي هي مطيره حيه وهي ابوي ساد الشيء كله والحين من عقب عينها اخذت لي حرمتين اخرى وهالحرمه الثانيه انا اللي اخذتها
ابويه اذا ما اني انا اوقف معالي راسه وسوي وافعلي واترك وعندك تودونك وعلم وخبر، ولا ابويا عزة الله خاطري ما كل ويبه وضيفي ما 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 صك الفنيال، لانه ما عندي حرمه اللي هي شبيهه بمطيره، ومطيره حينه نطلب ان الله يغفر لها ويرحمها. تم عادي يتغفر على مطير ويترحم عليها ويقول عاده الساعة ما بيعيضني فيها حريم الكون كلها. الحين انا ماخذ اللي حرمه عزة الله اسميها انه ما بمصف التليكار ولا بساده مكان نقطه من مكان مطيره هي على هالجنه، وتم عادي يترحم ويتغفر لها وعد فيها هالبيتين بخبركم عنها. اطلب عسى الجنه منازل مطيره حيث بها طبعا على البيض ما صار، ما معجب زينه ولو هي نظيره، قصدي تنومسني على جو الخطار مع زينه الوافي بها زود سيره دبره وعرف وكل شي بمقدار. ان جيت للمطبخ الا فيه نيره، تلقى الحطب عندها تقول شغل نجار، ما هي بمثل هالدعله المستديره، يطري عاد حرمت اليديده، ما هي بمثل هالدعله المستديره، يجي العتم وطامي الجدر ما فار. العتم عندهم يعني من يظلم الوقت، وطامي الجدر اللي هو اهل الجدر، حتى طامي الجدر اللي هي لقطاه ما فار، حتى جدرها ما فار، يظلم الليل وجدرها بعد ما ثار. يدلالك وين اللي خطاها قصيره، من جيته ما قد طلعت من الدار، يعني من خذها ما تدفع الحباب ريولها، ما تدفع حتى اعتبت الباب، هب هوام ورغد ورررر. يا عنك ما يسمع نباها قصيره، اليار يطري عاد، يا عنك ما يسمع نباها قصيره، لا كنت شفت الغيظ منها ولك دار، الا ومع قصر اخطاها ستيره، جتنا وراحت ما كنت سمع صوتها الجار، هب الحينه صوتها لسانها يلوط اذانها وحسها يسمع به الساير والياي، يت وسارت ما تسمع صوت تليار، عاشت سنين الله في بيته حاشمتنا ومكرمتنا، ما تد سمع صوت تليار، يارها ما تد سمع صوته. يقول لك ومن 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 افعالها اللي الناس تتداولها وتسمع بها على مر السنين، ان تدية ضيف عند عيلها اللي هو الشيخ، وما عنده حطب، ضيف ما عنده حطب، والضيف ضاوي نص الليل الخاطر هذا، وما عندهم في بيتهم حطب، ومتحن وتب يضرب اخماس بس داس، قالت له تخل عن ضيفك ما بتلقط الا العشاء زاهب، واشهد انها شو سوت من نواتك، خلت الخدام يكسرون حجرته من حطب بليوت ومربع ولقاط، وكسرت حطب حجرته وقدت للجدر من الحطب مال حجرته، من حطب حجرته وجيت سوت للجدر. شوفوا الحرمة يوم تبى تتصرف ما يغلبها، لكن وين هالحرمة هذه؟ عادة جليل عديم يعدم، ما شيء نادر إلا من رحم ربي. فكل اللي سوته مطيرة لجل خاطر ريلها ما يتكدر وما يتعومس، أمرت خدامها يكسرون حجرة من حجرها عسب تسوي وجيد في الجدر وتذبح ذبيحة الضيفان. حد استوى شراته مطيره في الدنيا العوده، حد شرات مطره ما حد شراته، ولا في الدنيا العوده حد شراته. اللهم ارحم مطيره وارحم امثالها وارحم امه محمد اجمعين يا رب العالمين. مطيره تستاهل مني ترحم عليها، ناش يالس هاي الحريم اللي ما شي شرات حد، حريمنا الاوليات امهاتنا ويداتنا وعماتنا وخالاتنا، والله يطرح البركه في اللي باجي منهن، ويغفر للي توسدن اليمنى، ويحلهن ويبيحن يا رب العالمين في جنات الخلد، حيث انه ما استوى شرات حريم. يوم يقول لك مثل ما قلت لكم الاول، هذا ما قال راعي البريمي، شيء حرمه وشيء حرمرم وشيء شرالك بيشي ترمرم. في هالدنيا الخير موجود، ونحن عندنا امل بالله انه يحافظ على المتبقي من نسائنا، انهن يحافظن على تذهيب بناتنا بالمذهب العدل، ويخلنهن الحرمة عن 600 حرمة غدي، ما بحين الحرمة أول ما تشرط بيها الرجل الخطب، قالت أول شرطي قبل ما تدخل بيتي
بدا ما ادخل بيت قبل ما ادخل انا بيتك تدخل خدامتي. انزين صبري خليك ولد ظنى اثنين لاحجين الله يرحم هاك الزمان الحرمة حتى 6 و8 و10 و12 وتشق وترقع وتذبح وتصلخ وتامر وتنهي وتخيط الثياب وتعدل وتزين وهي والله اني لحقت عليهم حريم عندنا مدينة زايد الحين كل واحد ابويا جالس في بنقلة ما تحرك حتى ساكن لكن بيني وبين كنت تعبان في الوقت الاولي وانا الان اني ارتاح يعني الله يحفظني ويبارك فيه. هذا لعيون الخالدي شرايك الخالدي عرفته فاكهتك. نبتدي بترتيب مكونات البكورة. البكورة ثوم يليلان محموس بكبارة ويليلان محموس ومطحون زين ما زين فلفل أحمر مبروش وفلفل أسود وكركمة وملح وفلفل خضر زين والبصل هذا يعني الله يحفظكم بعد مفرم وزاهر طحين نخي فلفل بصل أخضر بقل ما ادري يسمونه الاجانب كرات او ما ادري يسمونه نسيت والله يسمونه بقر كسبره بقدونس نعناع ورق قار هذه الكميه يلا والطحين عادل هذا الحين كلها فرمناه نحن هذا لان حق فريج كامل نحن هذا خلطونه زين ما زين ها كل هالكميه تنحط نحط الكركم وينحط الفلفل المبروش ينحط الثوم ينحط البصل البصل هذا مال الطبخ روحه غير عن البصل هذا وينحط ابوي الطحين طحين النخي ينحط الطحين النخي اقل ما يكون اقل ما يكون من طحين النخي نسبه 3 أو 4% فقط لا غير هاي طريقه عيانه لازم هالنمونه ما في محينه بعد شويه بربيكم طريقه صب الماء وش قال ينعيم الحين اول شيء جان سولف بهالطريقه ما ينحط طحين زياده طحين نخي ما ينحط زياده اقل ما يكون لانك ان حطيت طحين زياده اخترب شغلك استوت باكوره نخ هذا الحين الباكوره يسوي هذا قوامها من عقب شوف من عقب مرور ساعتين هاي طريقه الصف اشوف خليني يعني اشوف خلصنا هذا قوام الباكوره شيء دقيق في الباكوره بهذا الشكل ها هاي طريقه الصف تتجلب الخطة هذا هنا لا تنغش لا تنغشين اللي تعينين ترى روحها بعد شوي تسوي ماء فما تضطرين خلاف تزيدينها طحين لا طولي بارت لان خضرة هاي مع الملح والبهارات تسوي ما روحها فهذا ها على ما تشوف هذا قوامها شوف هذا القوام الحين استوى على هالنمونه ما في اي شيء لا زياده ولا نقصان كم تيم يخلي الحين؟ 30 دقيقة نص ساعه تقريبا بعد نص ساعه ابوي ينزلون ابوي هاي الطوابق الكبار ابوي مدهن وبرميكم ايش قايل خلاص طريقه الصب ان شاء الله شكرا يا هريس اليوم 45 دقيقه اليوم ما اعتقد يمكن أكمل 30 يعني قاصر عن كل يوم ربع ساعة شو أسوي أنا تأخرت مطابخ وزراعة وخراريف وقصص وما أدري شو عنب وعظم اللتين كم هو تمر هندي وقمر الدين وكركدي هذا نحن أبوي عصيرنا كل يوم جيك المغرب لا بيمتو لا تانك لا همك الله لا هم يحزنون وسوون عصير فواكه مشكل في روعة من غير عصير تفاح مع كيوي ما تجو لكن ما حد يصكه لكن أهم شيء هذا عديتن عليكم الحين قمر الدين وكركديه وتمر هندي هذا كله باكر بربيكم مش قاعد أصور تصوير يعني نحن من سنين نسوي هذا واعتمادنا الكلي عليه في رمضان
كوقت المغرب هذا شيء جميل ولذيذ. التمر الهندي اللي هو الصبار ما قالوا يشرخون وما قالوا يصفون ويحطون في الثلاجة ومن يبرد شربوا منه، شيء لذيذ ومتع روعة. زي شو اللي خلاني الحين أكلمكم من وقت اليوم؟ بكلمكم وقت تصحيح المعلومة عن البارحة. تصحيح الله يحفظكم، البارحة في الميلس قلت لكم هذه سيارة علي جمعة، أخو أحمد جمعة الله يحفظه. ها الزعابي طلع، لا طلعت سيارة هاي شيء الستيشن للكسس والله ما أدري بهالشو، طلعت سيارة سعيد بالروغة وخليفة اللي صورت لكم إياه في الميلس في الليل. معدومة. والمعلومة الثانية توا الحين واقعوني قالوا لي ليش تقول ان الحماش اتخذنا الدلال كله اللي يجينا من برا ليش وتحلف هايك ليمن؟ قلت ابوي هنا هي يا ترى متى اخذنا الدلال؟ قالت هبدا مسي انا جاي من دبي ماخذي 100 دلال. قلت هي هلا عم ودي وحده. قالت يعني شدوم انا اخذ دلال يا غير انت ما تشكلك. المهم قلت عرض لي دلال اللي هنمون هاي الدلال اللي تشوفون هاي الحين بعد دلة أول مرة نستعملها بعد جايتنا ما يندرى من عند منو هذا فنايلنا روحنا يا غير الدلة من عند ما يندرى من عند منو هنتين وحدة هاي وحدة أسوى عنها شوية أكبر. بس بغيت أخبركم عن هالمعلومة اللي قلتها وما تتخذنا دلال ونحن تتخذنا. بس أقول لكم هذا جاينا من البارحة ونسيت أصوره من شيء اسمه مكان اسمه فرانس جاليري. الصندوق هذا جاي يقول من عند فرانس جاليري على ما تشوفون هذا ما عنده شو داخله هذا كرت محب نصور لكم اياه. ہیلو السلام علیکم خالد خالد کے فرحان رمضان کریم انا سو چائے کرک کمنگ ناؤ مائی ہاؤس ون مور چائے کرک اسپیشل رمضان کریم کرک کمنگ ناؤ تھینک یو سو مچ رمضان کریم العادة تبارك الرحمن هالوقت وين اكون في الجيم بس اصوركم ارميكم العرب كما كره وما زال الجيم منزول لين وهذا بعد هني هالمكان في خاطري ارميكم هالقرقور اللي داخل ناهيك عن الحضرة. الحضرة هاي الحضرة التكلي معينها القرقور هذا اللي حفظته القرقور هذا مثير هذا حين هذا كلاسات ساعات تلقط هالمكان في لك آدمي هذا اسم التدريب تدريب جماعي تلقط في لك آدمي وساعاتها أربع مفلعة لكن يحيهم يا أبو هذا أكثر متعب عن الحديد وتعب أتعب عن الحديد وتعب عن كل شيء واحد يبذل جهد قوي وايد متعب اللي يتمرن هذا ما يجي الحديد أبدا لأن هذا عن 600 حديد. أنا والله يا أبو الدواه اللي يسألني الأسئلة يعني هالنمون أني ما أرد عليه أو أسوي عليه بلوك أو أني يسألني عن مطرح في النهاية نهاية القصة المساعية ماته ترى عرس ترى قال له الريال انا ما جيته من سنتين كان وضعك الاول مختلف جالس عندنا مجاب لنا في برزك يا غير السنه يوم جيناك من عقب ما خطفت السنتين ما جلست عندنا قال له ترى عرست وخذت حرمه والفرق بين الحرمه هذه والحرمه هاي انه هاي راعيه بيت خلتني ما احتاج اني ادخل داخل البيت مجلس عندكم في الميلس وحوايج البيت كلها مقضاي يا غير المرة هاي من عقب ما سبت عني توفت حرمتي وخذت الحرمة الجديدة اللي هي هذه شو سماها هي ما في الدوية شيء على تكاليف الدوية الصباح ما فيها شيء غريب يعني قلنا رجال كان حي متزوج وهالنمون وعقب ما تتحرمت وخذ وحدة غيرها الأولية الجديدة ما عابته بالأولية نقطة أول السطر حد من العرب أسئلته شرات ويهب هذا اللي يقول لك يمشي على زنده التيس ويتلفت هذا هو يطرون هذا هذا اللي يقولون عنه يمشي على زنده التيس هذا اللي يطرون الأول سمع نابه واليوم خوز انته تدربه خوز بارك الله فيه ونحن اللي نطري اللي يقولون يمشي على زنده التيس يا كابتن
كابتن روح ما شاء الله عليك. تابني أطري من الخصائص إن ما شاء الله على إيه. قلت ما شاء الله كابتن لا تحاتي. مقولة عندنا يقولون يعني يشوفون يشوفون من زند ما شاء الله شراته يمشي على كتفه السيف ويتلفه. يا سلام عليك على الكلام الرائع. جميل كلام؟ جميل جدا ورائع جدا. والله يا ابو كلو حد يفتن علي بصيح من التعب. فتنه ما بضربه يضربني لا من الفتنه من كثر الوزة والتعب اللي تعبان انا يعني تعب ليه. اولا اليوم ما كان لي خاطرة مرة قومت حايز الهياز اللي في الدنيا كلها وعانت عمري وييت. بالرغم انه يقول كابتن الانسان يوم يحس بعمره ما له خاطر على التمرين لي وانا غايضت وييت زدت الحمى مليلة. يلا ما عاد بصير عند الشباب ما نفرع عن خطرنا عند عيال قباس يعني الله يحفظها. مالح الخيل ها الخالدي ها ها مالح الخيل بعد ها سكر سكر. اليوم مجدم على موعد ييتي ساعة كاملة اي من اوصل كل يوم من اوصل اول ما اوصل حطوا الفالة التم هي فالة وهي سحور وصرت واسير البيت وهي الاسم مطنبل. فلذلك ابوي قلت اليوم بسير من وقت الحمد لله رب العالمين. اليوم ساعة كاملة قبل التيمن جايين هم الميلس حتى هم اكتمل عددهم ما اشوف اليوم ضويل وايد سيائر شيء. هاي سيارتي انا ما حد اليوم عندهم وايدين عادة السيائر اللي خارب مرة على الرصيف هناك هذاك حد جاي توه عضل يربس التليفون ما يبي حد يسمعه عازل عمر عليهم منو عاد هالله علم به. هذا الناخذ هني تعرف وياي يمكن الحين من 40 سنة من يوم الحين يا حال اسمه الطويل وحين يوم يكلمني في التليفون ويقول لي اسم ثاني الحين اسمك الصدق شو صغير انت كان اسمك الطويل وحين يوم كبرت اسمي عبيد. صدق والله وقسم بالله اني ما امزح وياك والله حيدك الاول اسمك الطويل اسمه ايه الاول ابي سلطان حمدان والرابع انزين زين اسمك الطويل ايه وحين متى خلفته؟ خلفته من كم سنة؟ صدق والله؟ والله والله ما أمزح من صدق والله. والله صدق. حطيت إعلان في الجريدة وكل شيء. لا لا ما حطيت. يا ربوي ما نزقرك الطويل إلا الطويل ليه تحط إعلان في الجريدة؟ والله. زين إحنا أكثر الناس يزقرون الطويل بعدين. هي نعم غير الطويل مالك. هي. أنت أصلاً روحك الطويل ما شاء الله عليك. غير شو بيعلى الله يحفظك. كل ما فيك زين. ها؟ ها؟ هي والله. هذا تحت بالسناب السناب هذا السناب عزمت الصجد اقوم هلال هلال يزقرني ما عليك من هلال تعال تعال نبقى قصيد نبقى شيء نبقى علم نبقى خبر تخبرنا عن سيرك الكويت وشو شفت وصرت سوق المباركية علومه وايدة عندك علومه وايدة والله المباركية هلا طيبين وصرت والله بعد فيزيرة ما شيء خلاف صرت سوق المباركية صرت هي شو سوق المباركية هي كل الكويتيين هناك تلقاها في المطاعم. تحب بلادهم تباهم يظهرون عنها. هي ما حد يودر بلاده. والله هذه الساحة كلها كويتيين بعيالهم. هي في المطاعم قاعدين. هي الكويتيين ترى ذويقة ويحبون الأكل الفنان. شو أكلهم؟ وايد زين أكلهم. هم كبرهم زينين هالكويت. عنده السمك الزبادي. وايد عليه. شوف أنت. ولا ويعرفون يطبخونه. المطاعم يعرفون يسوونه يعني ما شاء الله ما شاء الله اي والله يا مرحبا يا مرحبا. لو انا من كبار ادور لي حرمه كويتيه يطرون يمدحون الزين عندهم كود هذا ما سرنا قبل لو سرنا قبل يمكن هي سرنا الحين خلاص الحين زي يقولون خط كنادير كويتيات هناك هي خط كنادير هناك هي هاي منك كويت تخ... والله كم كندوره عليك كم خط هناك 36 كندوره 36 ما فيك حيله هاي واحدة من هنا؟ هاي واحدة من هنا. زي هاي تترون شأنها خلقك؟ لا. ما بتترون؟ لا. الفنان أنت يا الطويل. لا خد صوف بعد. بعد. ايه؟ من غلاية ولا من رخاص؟ لا لا كله غالي. شكرا فنك يا الله يا الله. ايه عروس يا رك الله يا الطويل. يا مرحبا يا مرحبا أبو محمد. وهذا الجماعة كلهم هاي مستمعين. هذا فارس. وهذا يمعه بن مبارك. انت هي ضيعت الاسم.
هذا يمعه بن مبارك بن يمعه بن صلهوم القبيسي. هذا الله يحفظكم مخبركم عن قصة عامات الأول وردين الحين الناس وايدين بوين نسول للقصة. هذا الله يغفر له يده حياة يمعه بن صلهوم يوم نحن يهال جدام بيتهم أبوي تنكر وأربعة كاسي ويدريول ويعطيه حياة يده البيزات الغلة يعني كان أظني 80 درهم في اليوم. زين 80 درهم في اليوم الغلة التكسي 30 درهم حق الدريول و50 حقك انت يا يمعه سمي يمعه هذا. انزين مرحبا ابو عبد الله. مرحبا مرحبا ابو. السلام عليكم كيف حالك؟ الله يحفظك. انزين اصبر لا 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 خليني اكمل السالفه. لا لا ما بصارج لا 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 كنا اولا كنت انا صغير لا ما سمع اولا انا كنت صغير هاك الايام عمري يمكن 7 أو 8 سنين البتاني جايب 80. عليكم السلام مرحبا وسهلا. يا ابوك ما خلونا نرمس. من هو يسرق الحمام كانوا برد خلاف اكمل السالفه. بيك سمع بويه الرجال بويه الرجال رجال اجنبي. هذا البتاني الاول شوف قدام بيت قوم ابوه قدام بيت قوم يدك ما يقارب 5 تكاسي اكثر بيت فيه تكاسي بيتكم انتم والله لا في المرور وايد لا 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 اكثر بيت اكثر بيت بيت يدك بيت حياتي مع ابن صلهوم بيته ما لحقنا على شيء مثلا والله سالفة ال50 هاي ولا غيرها سالفة ال50 يا رجال فضحني 50 هو 50 والله انه 50 اسمع خليني اكمل السالفة كم من الف صارق لا والله 50 اليوم الالف يسولها 100 اسمع خليني ارمس شوفوا اسمعوا يا من حضر فاخذت الله يسلمكم 50 اخذت 50 وتعذرت منهم عاد عقب هاك الوقت انزين ويوم كبرت عاده قلت حق الورثه سامحوني ترى انا يوم كنت صغير اخذت 50 ربي طايحات لقطتهم في الحوي وما ادري بهن منو مالاته فالرجال هالعام قال اول بادي مسامح يوم صار بيتهم قال ابوي ليش السامح نحن ما مسامحين عن ال50 وحين ابوي يبى بدال ال50 ابوي بدال ال50 يبى 5000 5000 حد يطري اليوم ها. بعدين من ذاك من هيك السنه لين السنه هاي فلوس سوون وحلال ايتام يعني شريت شريت يوم اسهم الاتصالات كم وصلوا لي وبيسوون شيء وايد لا 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 بيسوون شيء وايد ولا خير الحين تمسامح ولا ما بمسامح ترى ايه بس اصبر اصبر الفلور كلهم ابوي بيدعون عليه خلوا يدعون اللي بيغررون عليه الجماعه هذول الحين موقف ها يا شباب يلا يا من حضر تصويت زين الفيورز عاد ما يعرفون ليش ليتام وحلال ليتام لا 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 كلني اعرف 50 سنه كم سنه سنه في الثمانينات لا 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 شيء 70 في السبعينات اكثر خلي الفيورز ها لا 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 خلي لا تخلي حد يحكم لا ابو احمد ابو احمد شو راي شو الراي باكر 50000 لا لا بدال 50 درهم 50000 غرام ايوه لا لا ابو احمد يقول درام مالح باكر ابوي السحور علي لا لا درام لا لا ما بمالح لا لا ما بمالح ما بمالح باكر بنسوي الله يسلمك تحته مالح بسار زين مالح بسار ما يوجد عند حد هذا بطرشني اياه فطور قبل ولا لا 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 اتوزع حق الورثه يقول نعم حق الورثه نعم وادي بالفطور وان شاء الله انه يسامحونك بس جزاك الله خير باكر ابوي ان شاء الله اذا رجعت بيت بيتكم ابوك زين ان شاء الله باكر بيوصلك نعم يلا يلا اخوي راشد بعد الله الله ها منو هات هات الربابة هات 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 احنا مسموح التصوير لولا هذا ابوي راشد بن محمد بن عيد بن زنيد القبيسي ويهك ابيض هذا ابوي اكبر شيف موجود عندنا في الدوله هذا الشيف لولايتي انت تغلبه لا 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 كلنا واحد يعني الله يحفظه يلا ابو عبد الله السحور السحور محمد نعم وهذا ابوي بنرويكم سحور ما تصورت انا سحور هذا فوق وعيش ابيض بيحس ايرون الدياي وهذا اظني ابعد ذبيحه مغير
ايوه هذا العدل، هذا المحمر لولايتي، وهذا ابوي الصافي اللي عليه رضوان من الله. هذا اهم شيء سمعتوا، هذا اللي وصى عليه الدكتور. نصحني به يعني؟ ها؟ نصحني به؟ لا يا ريال، محمر ابوي ما يبى سلطه، اللي ياكل سلطه ممنوع يسكل محمر. لا نعم، لا 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 لا، ما يبى فيه واشريش المحمر. سلام سلم يا المحمر، البارحه انا متسحر محمر، واليوم بعد بتسحر محمر، ولهاكم الحب بالدنيا على هواكم. اسميك من بحم من عمرك الطويل بس عليك يا ريال حشرتنا انت ذاك الدالي انا ما ادري يا ريال زين ابو سنيده محمد بن عيد بن زنيد وصلت الشاعر شو من القصه هذا ترى على فكره ولد الشاعر محمد بن عيد بن زنيد القبيسي اول من غنى قصيدة حياة جابر جاسم شو من القصيدة مغننها جابر الأول والله يا أبو محمد الكذب يعداك أنا ما حط شيء للشايب الله يطول عمره ما عندي شيء من القصائد اللي حافظها لا لكن شو وايد وايد المغنات وايد اللي غنوا له بس أنا بحافظنها زي والأخير على سبيل العربي يعرفون شو من القصائد مغنية وايد وبنفيدك فيها خلاص نزيل المهم اللي يبي يسأل على في الانترنت ولا على اليوتيوب القصيد المغنى من حياة جابر جاسم للشاعر محمد بن عيد بن زنيد القبيسي أخير قصيدة تغنى وغنى به يابر قصيد محمد بن عيد بن زنيد القبيسي أبو الرجال هذا أبو راشد يعني الله يحفظه ويطول بعمره ها؟ حتى هو شاعر لا أنا ما شاعر لا شيء لا رمسة ولا شياته الأول أحيدك فنان وتغني وراعي سير ويجي وحين رمسك لم خنخنة الحين وقفت الفن خلاص شياك الأول فنان تدق الهيل وتغني يا ليل شياك كبرنا لا اسم الله عليك بعكت الصبة وتتشبب لا عدم قدام الناس أنا أسوي الشهر بالمخفي طبعا طبعا قول لي الله يحفظك يا الطوير أبو محمد الله الله في الطوير الله الله في الطوير بتوصل الحافظ بالصون انا عند اتودي معك لا وداني بطني وما ودي ليش يا شباك ما بخوي لا اول يوم نحن يا هال ايام الهيد بارك ولند الاول يوم انت واحد فنان الحين تمشي تدهدر تنوص عند الله علينا اللي تونا صورنا لكم اياه حطينا صورته اللبو هذاك مبارك بن يمع بن صالهوم وين اخوك زين ابو هذا الرجال اللي تونا حطينا صورته جدار هذاك اللبو هذا الولد لا في شبه منه ولا اذنه هذا استخول صار جدا قب فريح خواره شكله مثل على خواره قب فريح ما صار جدا قوم ابوه قب بن صالهوم ما تصلهم استفرح جيت البخار وين يجلسون هني هم روح ما عاد نهايه غرفه الطعام مال عمال ولان مهار ويا هاي شو اسمه نسيت اسمه ويا عنايه ورشيد حاطين ابوي خبز مال بتان مال بتان ولا مال باكستان خبز مال باكستانية ويغطون ابوي شاي حليب ويا خبز مدرين هدين ياكلها زين تحيدون عادة روزنة حطوها بشرف وغرف ما يزت عن طارتها أنا بيوز عن خبز الوقاف وقمس وحليب سطيت عليهم كالتلثينة كب النار غرب لهم الله ما أدري وين يبينه وين رشيد هذا نمونا أجيب من شابية أيوة. واحد خبز كم فلوس هذا واحد هذا براتة درهمين نمونا ما هو اسمه براتة أيوة براتة ما في براتة هو إيه هذا براتا دهن شوية يركب ما في زيادة لكن يعني ما في خبز يابس ما في خبز وقافي ما في خبز باكستاني أصلي يعني هذا نمونة جديد يعني اسمه خبز باكستاني براتا ايه باكستاني براتا تندوري براتا تندوري براتا ايه هذا داخل تندور سبي والله حلو لكن هذا اثنين ربي واحد خبز ايه واحد وثاني عادي من
هذا واحد درهم. هذاك مربي وهذا مربيتين. ايوه. شو اسمه؟ هذا براده باكستاني. اسمه براده باكستاني. ايوه جديد مال تنور. ايه موديل جديد مال تنور يقول لك.